وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس ويندوز 10. طبعا في هذه المحاضرة راح نتكلم عن موضوع، طبعا هذا الموضوع لا يقتصر على ويندوز 10 فقط، ولكن هو مهم جدا بالنظام ان تعرفه كمستخدم حاسوب. طبعا الموضوع هو كيفية معرفة مواصفات الحاسوب الدقيقة. طبعا يعني ممكن تعرف مواصفات الحاسوب من خلال انه تضغط كليك ايمن على المايك كمبيوتر بروبرتيز. طبعا هذه النافذة ممكن تظهر لك، ممكن تظهر نافذة صغيرة. في حال لو ما ظهرت هذه النافذة، طبعا ممكن على قائمة ستارت سيتينج، ممكن تجي على سيستم، تنزل جو على اباوت، وطبعا راح تظهر لك هذه المواصفات. طبعا هنا اول شيء عندك البروسيسور اللي هو كور i7 الجيل التاسع. طبعا ضروري جدا تعرف معالج الحاسوب منين يتكون. طبعا يتكون من عدة مكونات، اول شيء اللي هو عدد العقول كور i7، بعدين عندنا الجيل. طبعا الجيل هنا اول رقم بعد السبعة او الخمسة، هنا اول رقم 9 يعني الجيل التاسع، 10 الجيل العاشر، 5 الجيل الخامس، وهكذا. وطبعا كل ما يزيد الجيل كل ما تكون احدث ويكون المعالج اسرع. ايضا عندنا النوع الخاص ب HU، طبعا M middle، اذا كان S يعني هاي يعني عالي الاداء، اذا كان U يعني قليل الكفاءة، واذا كان M يعني معناه متوسط الكفاءة. فضروري تعرفون يعني ممكن الجيل التاسع ولكن U يعني قليل الكفاءة. ايضا هنا عندنا حجم العقل، هنا احنا قلنا 7 عقول، حجم العقل او حجم النواة او المعالج اللي هي 2.6. طبعا انت تشوف ايش قد عندك هذا الرقم، 1.5 1.6 وهكذا. طبعا هذه مهمة جدا نعرفها، نعرف تفاصيل الحاسوب. يعني يجي واحد يقول لك عندي حاسب كور i7، لازم تسأل على التفاصيل البقية، اي جيل وشنو نوع الجيل وشنو حجم العقل. طيب عندنا طبعا الرام، نانو رام 16 جيجا بايت، وطبعا امور مثلا ممكن نوع النظام 64 بت. طبعا هذه امور بسيطه ممكن نقدم لك اياها النظام. ايضا هنالك برنامج، هذا البرنامج راح يكون مرفق. طبعا ننصب هذا البرنامج، تنصيبه سهل جدا وبسيط، والبرنامج طبعا مجاني. طبعا بعد ما نصبنا هذا هو البرنامج نفتحه، طبعا راح يطلب من عندنا موافقة، وراح يبدي البرنامج يعمل حتى يعرض لنا مواصفات الحاسوب. طبعا هذا البرنامج هنا طبعا راح يعرض لنا السي بي يو، طبعا كور i7 الجيل التاسع، هنا يو، ويعطينا كافة التفاصيل الخاصة بالسي بي يو. ايضا عندنا هنا الكاش، تفاصيل خاصة بالكاش، الميموري، طبعا هنا DDR4 يعني الجيل الرابع 16 جيجا بايت، وطبعا يعطينا تفاصيل دقيقة ايضا على رام وكيف هي حالته. ايضا عندنا هنا SSD، اذا عندنا مجموعة من الرامات، طبعا هنا ممكن نستعرض مجموعة من الرامات، هنا عندنا فقط رام واحد، طبعا لو منصبين رام ثاني وثالث ورابع نقدر نتحكم بمجموعة من هذه الرامات ونعرف مواصفاتها. الجزء المهم اللي هو الجرافيك، كيف نعرف كرت الشاشة؟ طبعا كرت الشاشة انفيديا جي فورس جي تي اكس 1600 الحجم، وهنا طبعا يعطيك السايز اللي هو 4 جيجا بايت. يعني هذا البرنامج ممكن من خلاله نعرف مواصفات كرت الشاشة، هل هو موجود لو لا، وشنو نوعه وشنو حجمه وايش قد السعة الخاصة به. وعندنا طبعا مجموعة هنا من الاوامر، طبعا عندنا هنا هذا هو الموقع، طبعا هذا رابط الموقع راح يتم ارفاقه بهذا الفيديو، بامكانكم انه تحملوه من خلال انها تضغط على ZIP او تضغط هنا فقط مباشرة على Setup، وطبعا تحمل البرنامج. برنامج سهل وبسيط ومهم، طبعا ممكن يخدمك بمعرفة مواصفات الحاسوب الخاصة بك. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.